السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل داتا مايننج، يعني تنقيب عن البيانات، نحن نستفاد من كنز البيانات اللي عندنا، وذلك بنو كود، مش هنكتب اكواد خالص، وذلك باسهل طريقة ممكنة. طيب كل اللي نعمله هقول له نيو بروجكت، ممكن نبدأ مشروع جديد او في مشاريع موجودة قبل كده. تمام، انا هنا محتاج ايه؟ محتاج يبقى عندي قاعدة بيانات وابدأ اعمل لها تحليل، وفي الاخر يبقى موجود موديل. الموديل ده اقدر اطبقه على اي بيانات هتيجي بعد كده. تمام، فهقول له هات لي داتابيس، فممكن اعمل ابلود او ممكن اعمل سيرش اند امبورت او اربط بالسيكوال او دي اس اس. كل دي قواعد بيانات اقدر ان انا اشتغل عليها. اختار اي داتابيس موجوده. تمام، تقدر ان انت تعمل تشيك عليها، تأكد ان في البيانات مظبوطة. هنا اكسبلور، هنا تشوف على هيئة شارت ستاتكس ستيتس سيتنج، ممكن نقول له تيست، نبدأ نتأكد من انها متصلة. هنشوفها بريفيو وهكذا. ممكن بعد كده اقول له اكشن، ممكن اقول له انا عايز اشوفها في فلو، بتظهر معايا بالشكل دوت. زي ما انت شايف هي كلها حاجات مرتبطة ببعض. هنا مثلا مصدر البيانات، هنا ممكن نقول مثلا انا عايز اعمل بريبير ليها، عايز اعمل لها فلتر، عايز اعمل لها جروب وهكذا. تمام، ممكن لو انت عايز تكتب كود بالبايثون او بال اس كيو ال او اي حاجة، مفيش اي مشكلة خالص. تمام، هنا بقى بتشوف اني داتابيس اللي انت هتشتغل عليها والاوت بوت بتاعتك، وتبدأ تعمل لها كرييت. اهو ده الانبوت وده الاوتبوت، تقدر تعدل فيها لو انت حابب. تقدر تعمل ران، دلوقتي اعمل لها سيف، وممكن تدخل هنا وتقول له يو ان فلو، فيبدا تشوف البيانات بتاعتك هيحصل لها ايه. تقدر بقى تعمل لها اكسبورت او تعمل لها بيلت او تعمل لها تاج او تعمل اكسبلور او اكسبورت او ان انت تشير البيانات. تمام، وكل اللي عليك ان انت تعمل دراج اند دروب، تحط مصدر المعلومات، تحط انت عايز تعمل لها جروب، عايز تعمل لها سورتنج، عايز تعمل لها زباليت، عايز اي بيانات عايز تعملها، بتبدأ ان انت توصلهم ببعض فيبدأ يجيب لك النتيجة.